شكرا معلقنا الدكتور مروان صالح. إذن انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-0. ألف مليون مبروك النادي الأهلي، هارد لك نادي الزمالك. ويبدو أن رقم 3 هو الرقم المفضل الآن للنادي الأهلي في جميع انتصاراته السابقة. النهاردة بنتكلم في سنة 2023، النادي الأهلي النهاردة بيفوز في ثالث لقاء قمة أمام نادي الزمالك في الكرة الطائرة رجال، بيفوز امبارح في مباراة كرة القدم على أوكلاند سيتي 3-0، يفوز على نادي الزمالك قبل السفر يعني بأيام قليلة 3-0. يبدو أن رقم 3 هو الرقم المفضل للنادي الأهلي. أرجع لضيوفي النهاردة، كابتن نشأت ألف مليون مبروك، كابتن كريم ألف مليون مبروك. أبتدي معاك يا كابتن نشأت، شايف المباراة النهاردة إزاي؟ أولا ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وكابتن ميدو وجهاز المعاون معاه. فوز مستحق، لعيبة كانت مركزة جدا. زي ما قلنا حضرتك، الإرسالات، رسالتنا عليها عامل مؤثر جدا. حسام طبعا كان فايق جدا. احمد صلاح زي ما قلنا، احمد صلاح فايق، خلاص ضمننا بمشيئه الله المكسب. عايز اذكر بس الحسيني في الشوط الاولاني عمل تراي هايل، هو اللي جاب لنا الشوط بعد ما كنا خسرانين. ولد مع البلوكات بتاعت محمد عادل، ده الشوط الاولاني. الشوط الثاني برضو ارسالات موقع زي ما قلنا، رسالته قوية جدا، بس يعني الحمد لله احنا عرفنا نلم، استقبلنا احنا اقوى. فهو زي ما قلنا الارسال الجامد لازم يبقى فيه استقبال جامد، فده اللي نفعنا، عرفنا نلعب سريع، عرفنا نفتح الملعب. هما ما عندهمش استقبال جامد زينا، فده لما كان صلاح يلعب ارسال جامد كان بيفرق، كان الملعب كان بيتفتح، كانش فيه سريع هجوم من وسط الملعب. حسام برضو ارساله جامد، الحسيني ارساله كان كويس. فده زي ما قلنا في اول الحلقه، ارسالاتنا وكنا بنلعب بريسك ومش خايفين من اي حاجه. صحيح يا كابتن نشأت، ويمكن ده كان سر التفوق. اجي لك يا كابتن كريم، عندك كتير كاتبه في الورقه، انا شايفه الحقيقه. سمعني بقى يا كابتن كريم. يعني النهارده المباراه عنوانها روح النادي الاهلي. صحيح، روح اللعيبه النهارده في الملعب يعني حاجه ما شاء الله. يعني الروح في الفايت على كل كوره، كل كوره اللعيبه فعلا النهارده ما كانش بيفرق معايا اي حاجه، حتى لو الكوره خلصانه. يعني كور كانت بلغه الطايره كده كور ميته، اللعيبه كانت بتموت نفسها. عبد الرحمن الحسيني عمل ضايف في اخر الملعب، خبط في الحيطه ما فرقش معاه، بالرغم ان هي كوره برده زي ما تقول ميته 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 خالص. كان لو كان سابها ما كانش حد هيلومه على اي حاجه. نفس الكلام احمد سعيد النهاردة، يعني مش شابوه. حسام يوسف النهاردة تفوق على الجميع، حسام يوسف النهاردة نجم المباراة. ما اعرفش رأي حضراتكم ايه، انا شايف ان حسام، لا هي الفرقة النهاردة كلها نجوم. بس احنا دايما بنميز حد بكلمة كده، حسام يوسف بصراحة. روح احمد صلاح، احمد صلاح بيلعب النهاردة روح فعلا لسه عنده 20 سنة، قائد الفرقة جوه الملعب وبره الملعب. يعني النهاردة ما شاء الله الفرقة، بعيدا عن الفنيات خالص، يعني لسه هنتكلم على الفنيات، لا الروح النهارده مش طبيعيه. الروح النهارده وكل حاجه احنا اتكلمنا فيها النهارده قبل المباراه كانت بتطبق. قلنا الارسالات ثم الارسال ثم الارسال، فعلا لما ضغطنا بالارسال لعيبه السنتر بلوك عندهم ما بقوش ليهم دور خالص في المباراه، بقى اللعب كله هاي باس اوت اوف سيستم. بلوكاتنا العاليه النهارده قدرت تقرا زوايا الضرب لعيبه نادي الزمالك جدا، قدرنا نوقف مفاتيح اللعب عندهم. يمكن حصل لهم شلل تام النهارده في المباراه، ما قدروش النهارده خالص ان هم يعملوا اي حاجه. يمكن الشوط الثاني بس اللي تفوقوا علينا 5-6 نقط، ورجعنا الثاني بسرعه جدا في المباراه، ويمكن الثلاث اشواط كنا ليدنج طول الاشواط. وبرغم الروح دي ما فقدناش التركيز يا كابتن خالص. يمكن الروح النهارده كانت عاليه جدا من اول نقطه لاخر نقطه. يعني احنا كنا قاعدين بنتفرج، احنا واثقين في اللعيبه. يعني حتى لما نادي الزمالك كان بيفرق عندنا نقطه او نقطتين، احنا كنا عندنا الثقه في لعيبتنا ان احنا هنرجع في المباراه. التركيز كان شديد جدا، استقبال الكره الاولى، البلوك، الديفنس. يعني النهارده بجد ملخص المباراه النهارده الروح، بالرغم ان احنا توقعنا قبل المباراه ان المباراه مش هتخلص 3-0، لان احنا عندنا غيابات، نادي الزمالك مكتمل في نفس الوقت. يعني عندنا ماتش لعبناه امبارح مجهد جدا 3-2 مع نادي طلائع الجيش، ومع ذلك النهارده بتفرج على الفرقه ما شاء الله. يعني انا في حاجه مهمه وعايز يعني عايز اذكرها، يعني امبارح مباراه نادي الجيش منتهى حوالي الساعه 10 3-2، الريكفري النهارده فرق جدا جدا للاستشفاء للعيبه. يمكن انت النهارده بتتفرج على الماتش يعني سامح ظلام وحسن، يعني فعلا الناس دي ليها دور كبير جدا 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 بره الملعب. يعني انت اقل من 24 ساعه جهزت اللعيبه، انت النهارده بتتفرج عليهم
اكنهم ما لعبوش ماتش امبارح 5 جيم. اللعيبه واقفه على رجليها، اللعيبه فايقه، اللعيبه مركزه. يعني انت عشان تدي مستوى فني عالي جدا لازم تكون بدنيا واقف على رجليك. فانت النهارده البدني عندهم كان عالي جدا، هو ده اللي ادى للظهور الفني العالي جدا للعيبه. طب يعني يمكن النهارده عايز اتكلم عن يعني الاداء، التيم ورك بتاع الفريق النهارده. الروح دي انعكس ان في تيم ورك. يعني النهارده شوف، انا بقول لك حسام يوسف نجم المباراه من وجهه نظري، لانه هو اللعيب الوحيد اللي ما خرجش من ارض الملعب نتيجه طبعا اصابه الاسطوره عبد الله عبد السلام. ولكن ما تحسش ان في لعيب مش نجم. دولا نجم، سعودي نجم، الحسيني نجم، يندر نجم، لويجي نجم، صح؟ يعني كلامي ده يعني انتوا حاسين بيه زي ما انا حاسس. يعني احنا قاعدين دلوقتي محتارين مين يكون نجم المباراه، يعني احنا محتارين. صحيح. يعني النجم المباراه النهارده الفرقه كتيم ورك كله، يعني من اول احمد صلاح لحسام يوسف لدولا لسعودي للحسيني، كل اللعيبه لعبت النهارده فعلا كانوا كلهم نجوم. يعني حتى سعيد النهارده كان قصه. احمد سعيد النهارده كان مبدع، يعني احمد سعيد النهارده بيلعب بمزاج زي ما بيقول كده، بيلعب بمزاج رايق قوي. الضغوطات كلها متشاله من عليه. انا بقول ان لعيبه النادي الاهلي طول ما هم بيلعبوا بمزاج مفيش فرقه تقدر تقف قدامهم. خليني اقول برضو يا كابتن، ناشف كابتن كريم، احنا طبعا ما نقدرش ابدا في استوديو زي ده نقيم ابدا كابتن محمد مصطفى الحميدي، ده راجل يعني حدوته اسطوره كبيره، ولكن النهارده كان رايق وكان هادي وعمل جيم فني عالي جدا بصراحه. مظبوط. انتوا يعني شايفين نفس الكلام يعني ده معايا كابتن؟ انا طبعا كابتن ميدو زي ما حضرتك قلت كان واثق في لعبته. كابتن ميدو طول المباراه واقف عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى ثم لعبته. ما هادي، دار الملعب بخبره، بحنكه جامده قوي. في اتنين تايم اوت طلبهم عشان بس يرجع اللعيبه لتركيزها. عشان يهدي الملعب. عشان يهدي الملعب، واحنا كنا فارقين. بس ما كانش عايز يخسر نقاط. مش عايز يخسر نقاط، الفرق كنا بنبقى فارق 2 بونت في اخر الشوط، ده برضو خبره مدرب. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن، يعني انا يعني مهما رحت ومهما جيت عمري ما اكون فنيا قد حضراتكم طبعا كباتني كبيره في كره الطائره. كنت بشوف تغييره دايما كده لما بيخرج الليبرو، لما بيطلع الشبكه ويجي يخرج بينزل مكانه ثلاثيه. لقيت في اوقات كتيره جدا بيبقى سعودي ودوله في الملعب. هل في اختيارات تانية الكابتن محمد مصطفى الحميدي ممكن يعملها في التغييره دي، ولا لازم تبقى في ثلاثتين؟ لا، هو في حاله واحده بيبقوا الاثنين في الملعب، يعني سواء دولا أو سعودي. او سعودي في حاله لما بيكون سعودي على الارسال، فالاثنين في الحاله دي هم اللي بيبقوا في الملعب. لكن غير كده بعد كسر الارسال لازم يطلع وينزل الليبرو. الكلام ده كان بيحصل يا كابتن كريم؟ اكيد النهاردة. اكيد. يعني هو انت دايما انت بتلعب اللعيب الحر او الليبرو في الثلاث مراكز الخلفيه خلفية. عشان الاستقبال لعيب ثلاثه دايما بيتميز بالحائط الصد وبالضرب الساحق. فاول لما بيلعب الارسال وبيتكسر الارسال يروح الناحيه الثانيه بيطلع عشان الليبرو يلعب في الثلاث لفات الورا. اول لما بيطلع على الشبكه تاني الليبرو بيروح خارج، ده حاجه اوتوماتيك يعني ما لهاش علاقه خالص بالتغيير. هو تمام. حاجه بيروح طالع وده نازل. محتاج من حضراتكم افهم دي ليه؟ لان النهارده انا ما كنتش بحب في اوقات كتيره جدا كان بالضرب بيبقى على الثلاثيه ورا، لانه لا هو اللي لعب السر وبيستقبل كويس. بالزبط. يعني انا يعني قصدي اقول لك ان اللعيبه كلها في كل المراكز كانوا بيلعبوا رجاله النهارده. اكيد كانوا بيموتوا نفسهم على الكوره، يعني عايزين هم نازلين يكسبوا 3-0 3-1 لا يعني 3-0 روحهم كانت عاليه جدا. بيستقتلوا على كل كوره. احمد صلاح طلع فينسيتين في وقت حرج. صحيح. فرق احمد صلاح، قلت لحضرتك في اول الحلقه احمد صلاح لو فايق هيفرق معانا كتير. اكيد اكيد. وكان بيلعب بهدوء، يعني هو كان بيلم حتى اللعيبه وطبطب على الجول. بيسخن كان هو اللي بيجيب اللعيبه وبيهدي اللعيبه تاني وبيهدي اللعيبه، بيحاول بقدر المستطاع ان هو ما يخليش يعني الموضوع يعني يهرب منه. على مهم الوقت برضو. يعني الوقت مر سريعا يا كابتن، بس طبعا كان احلى وقت بالمكسب والفوز بالشكل ده. كابتن نشأة طلعت بشكرك، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك. ومبروك للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز وكابتن تايجر وكابتن جمعه الجند المجهول يعني حبايبك. الف مليون مبروك كابتن كريم، يعني بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك. طبعا انا بستمتع جدا لما بكون مع حضرتك كابتن هيثم، ودايما وشك حلو على النادي الاهلي والعاب الصالات جميعا. والف مبروك للنادي الاهلي ومزيد الانتصارات ان شاء الله، ويبقى الخماسيه السنه دي ان شاء الله في كره طايره النادي الاهلي باذن الله. اشكرك انا اللي ببقى سعيد وفي وجودكم كباتن النادي الاهلي وكباتن مصر، وجودكم بيثري اكيد يعني استوديو الابطال. اعزائي المشاهدين، دي كانت جولتنا النهارده، جوله الاهلي والزمالك في كره الطائره. الفوز للاهلي ان شاء الله، نتمنى دايما ربنا يكتر افراحنا وفوزنا بالشكل ده. فريق كره الطائره ماشي بشكل جيد، ربنا يحفظهم ويحميهم. وبشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال.